السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة هذه ديال اليوم. هذه الحلقة هذه تاع اليوم غادي نخصصها لكم الفوائد ديال حبة حلاوة. حبة حلاوة اللي كيسميوها الناس القدام بالعشبة المعجزة. حبة حلاوة كتسمى عندنا هنا في المغرب حبة حلاوة، وفي الدول العربية كيفما كتشاهدوا كيقولوا لها اليانسون. اللي ما عرف الشكل ديالها ممكن يشاهدها دابا. المنافع ديالها أحبائي الأعزاء منافع كثيرة ومنافع لا تحصى بالنسبة للجسم ديالنا. الناس اللي كانوا قدام كيستعملوها بزاف في البيوت ديالهم، وكيستعملوها في النظام الغذائي اليومي ديالهم. هاد العشبة هادي كيف ما ذكرت حبة حلاوة كتساعد النساء اللي عندهم الدورة الشهرية ما منتظماش، يعني كتنظم الدورة الشهرية. وبزاف ديال العيالات كتقطع ليهم إلا تناولوا معلقة في الصباح ومعلقة في العشية مع نص كاس ديال الحليب دافي، غادي تقاد لهم الدورة الشهرية ديالهم مع استعمال هاد الوصفة هادي. وكتساعد ايضا في عسر الهضم، الناس اللي عندهم عسر الهضم، وكترد الغازات من البطن ديال الانسان، وكتقوي الجهاز ديال المعدة. وبالنسبة للاوجاع اللي كتكون عندنا في الجسم ديالنا كامل، كتهد الصداع وكتهد الاوجاع اللي كتكون في الجسم ديالنا، وهي منشط ديال الافرازات بالنسبة للنساء اللي ما حاملينش. يعني النساء اللي بغاو يحملوا مزيانه ليهم في استعمال يومي، يستعملوها في النظام الغذائي ديالهم. ياخذوا مقدار ديال معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في العشيه، ياخذوها مطحونه ماشي حبوب. استعمال ديال حبه الحلاوه كتستعمل مطحونه. وبالنسبه للناس اللي عندهم ضربهم البرد وعندهم الكحبه ناشفه في الصدر ديالهم، ممكن ياخذوا نفس الكميه حتى هما ويستعملوها، غادي تخلصوا ان شاء الله من الم ديال الكحبه والم ديال الصدر والسعال. اللي عندهم الكحبه ديال الكحبه ناشفه بزاف، ممكن يستعملوا هاد حبه حلاوه مطحونه 2 مرات في النهار. وكتساعد ايضا في علاج التهاب ديال البلعوم. كنتمنى احبائي الاعزاء، لان الفوائد ديالها كثيره 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 بزاف، فوائد لا تحصى. وهاد العشبه هذه رخيصه بزاف، حبه حلاوه الحمد لله رخيصه، ماشي شي حاجه اللي مكلفه. الانسان ما يبخلش على راسو انها ياخذ منها واحد الكميه وينقيها ويطحنها ويخليها دائما في البيت ديالو، ويديرها نظام في التغذيه لانها صالحه بزاف للجسم ديالنا، والفوائد ديالها لا تحصى. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء ما نكونش طولت عليكم، وان تكون عندكم سعه الصدر ليا. وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش ليا بالدعوات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وتنضموا ليا القناه باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه جديده باذن الله.